بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ في كل مكان. أعزائي التلاميذ، هذه الحصة الرابعة اليوم، دائما في درس تطبيقات أو التقنيات، تطبيقات التقنيات الأربع ديال الجداء السلمي. إذ اليوم سنستعمل هذه الخاصيات وبعضها غادي نستعملها على في الهندسة في الفضاء. إذا ما غاديش ندخل في الأبجديات ديال الهندسة في الفضاء، إذا بقدر ما أنني غادي نركز على تطبيق بعض العلاقات ديال الجداء السلمي في الفضاء. بطبيعة الحال من كان نهضروا على الفضاء، إذا عادة كنشتغلوا في الهندسة المستوية كنشتغلوا على واحد المستوى، بينما الفضاء ممكن نشتغل على أكثر من مستوى. إذا ممكن نشتغل على 4 5، لكن دائما يجب أن نستحضر الخاصيات، داكشي ديال اللي كتعرف اللي شفناه في الهندسة المستوية يطبق في الهندسة في الفضاء. طيب، إذا غادي نبداو، وفي نفس الوقت من حين لآخر غادي نبقاو نذكروا ببعض التعاريف وبعض الخاصيات اللي كيتميز بها الفضاء، تميز بها الهندسة في الفضاء. إذا غادي نقرا بعد التمرين، إذا التمرين غادي نحاول نقرا بالفرنسية ونترجمه بالعربية. إذا سوا أ بي سي دي أو إف جي إتش أن باراليليبيد ريكتونغ ساشون كو أ بي إيكال بي سي إيكال أ. إذا كما كتشوفوا هو هذا هو الباراليليبيد ريكتونغ، ما يسمى بالعربية متوازي المستطيلات. إذا التعريف ديالو في الاسم دياله متوازي المستطيلات، إذا بمعنى أن عنده أوجه جانبية و واجهتين اللي هما عبارة عن القاعدة اللي كيتسموا قاعدتين. إذا هذه كلها هي عبارة عن مستطيلات. إذا ساشون كو أ بي إيكال بي سي إيكال أ، بمعنى أ بي هو هذا يساوي بي سي يساوي، بمعنى هذا القاعدة، يعني القاعدتان شكلهما عبارة عن مربعين. إذا مي كنقولوا متوازي المستطيلات عادة كنهضروا على المستطيل، لكن هنا حالة خاصة عطاونا أ بي يساوي بي سي، وبالتالي هذا يعني القاعدتان هما عبارة عن مربعين، وإن كان هنا في الشكل كيبان لكم بأنه ماشي مربعين، لكن في الواقع هما مربعين. و أ أو يساوي أ جذر مربع 3، بمعنى الارتفاع ديال هذا المتوازي المستطيل المستطيلات هو أ جذر مربع 3. إذا كتلاحظوا الأحرف الجانبية هي متساوية. إذا كالكولي أون فونكسيون دو أ لي برودوي سكالير سويفون. إذا المتجهة أ بي لو فيكتور أ بي سكالير لو فيكتور أش جي، إي لو فيكتور بي سي سكالير أو إف. Et cadalic le produit scalaire AC et HF, le vecteur AC scalaire HF et le vecteur AC scalaire le vecteur EF et le vecteur BG scalaire AE. La deuxième question soit I milieu de AH, et d'un AH y est hadi, que tu vois, diagonale. La AH représente le diagonale d'IL, la diagonale d'IL. المستقيم او المستطيل A دي اش او. كالكولي ا اش، يعني غادي من بعد المطلوب غادي نحسبوا هذا لا ديستونس لا لونغور، اي مونتري كو دي اش ايغال 2 بي سور 3، بمعنى غادي نبينوا هذا لونغ دي اي اش ايتيغال 2 بي سور 3. Question B, calculer en fonction de A le produit scalaire vecteur BG scalaire ED. Iden BG, 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 يعني هذا اللي من الخضر، ثم ED. ED حتى هو غادي نرسموه بالخضر من بعد. ثم montre que le vecteur le produit scalaire BG et AF est égal à 3A carré. 3a carré. On déduit que cosinus f
اف اش يعني غادي ندير تيرمين ولا فالور ديال. اذا هذا هو التمرين بالعربيه غادي نقراه يعني ا بي سي دي متوازي المستطيلات، علما ان ا بي تساوي بي سي يساوي ا، وان ا الارتفاع ديالو يساوي ا جذر مربع 3 مع ا بوزيتيف يعني موجب قطعا. احسب بدلاله ا الجداءات السلميه يعني هذا اللي قريناها، ثم منتصف القطعه اش احسب اش وبين بان الزاويه دي اش تقيس 2 بي على 3، ثم احسب بدلاله ا الجداء السلمي بين جي و دي، ثم بين بان الجداء السلمي بين جي للمتجهتين بين جي و اف يساوي 3 ا مربع، ثم استنتج كوسينوس ديال اف ا اش. اذا هذا هو التمرين. اذا هنا اللي خصنا نستحضروه الهندسه في الفضاء، مش كي نسمعوا الفضاء ونتخلعوا، لا يعني عادي. هنا دائما الخاصيات اللي درناهم في الهندسه المستويه سواء تعلق بالامر بالطاليس ولا ببيتاغور ولا ب هاد مثلا اليوم هذا الشيء ديال لي بروديسكار كاع التقنيات اللي درناهم في الدرس يعني في المستوى تيبقاو صالحين في الفضاء. كل ما في الامر يجب ان نتعامل مع الوضعيه مع تطبيق حرفي للتعلمات اللي درتو سواء اللي درتو في الهندسه المستويه ولا في الهندسه في الفضاء. هنا الهندسه الفضائيه كتعتمد على اشياء هي تحترم، يجب ان نحترم مثلا هي تحافظ مثلا مين كنقولوا تحافظ على التوازي على مستقيمين يعني مستقيمين متوازيين غادي يبقاو متوازيين. كذلك تحافظ على قياس ديال الضلعين المتوازيين، يعني كل ما كان عندنا ضلعين متوازيين يعني لهما نفس القياس يعني في الفضاء يمثلان كذلك ما غاديش نغيروهم. مثلا هنا كتلاحظوا مثلا هنايا في هذا الضلع اللي هو بي ا دي و ا بي ما متوازينش، اذا هنا كيبان بان القياس ديالهم ماشي بحال بحال عادي، لان في الفضاء هكا غادي نرسموها ما عندناش مشكل. لكن عندما يكون الضلعان متوازيان لاحظوا هنا مثلا ا بي و او دي او اف هادو متوازيين، وبالتالي راه عندنا متوازي الاضلاع وكل ضلعين متقابلين في متوازي، وبالتالي عندما نمثلهم هكذا في الفضاء غادي نحافظوا على هذا القياس هذا باعتبار ما انهم متوازيين. وعطيتكم المثال المضاد اللي هو مثلا ا دي و ا بي متقيسين عندهم ا، ولكن كيبان هنا في الشكل بانهم ما متقيسينش، ولكن في التعامل مين كان تعاملوا انهم متقيسين. داكو نبدا. اذا اول سؤال او قبل ما نبداو في الاخر لابد نديروا واحد اطلاله. اذا اي تلميذ تكون جالس مثلا في حجره ديال في الشقه في راك ساكن في البيت في راك ساكن دابا في راك مقيم دابا تخدم، اعتبر هذا متوازي المستطيلات بحال داك البيت اللي راه عندك. اذا كتلاحظوا هنا عنده السقف عنده الارض ثم الجدران الاربعه، اذا ممكن تخيل ذاك الوضعيه ديال هذه هنا تخيلها عندك في الدار ديالك باش تسهل على راسك الماموريه. اذا مثلا عندك في البيت او هنا في المتوازي المستطيلات عندنا 6 الاوجه اللي باينين دابا 6 رسميين. اذا عندنا الارض عندنا السقف وعندنا الحيوط الاوجه الجانبيه هي عباره عن مستطيلات. ثم كل وجه كتلاحظوا عندنا يعني اوجه متوازيه، هذا موازي لهذا وهذا موازي لهذا، اذا القاعده مع السقف حتى هي متوازيين، وبالتالي يعني هذه الوضعيه خصكم يعني كتخيلوها تخيلوها هنا في التمرين وتخيلوها عندكم في ما في البيت في الركضه انت. طيب اذا غادي في سياق البحث غادي نبقاو نشيروا من حال الى اخر لمجموعه من الوضعيات.
عندي واحد الحاجة، واحد الملاحظة أخرى، قضية ديال التعامد. إذا مين كنقولوا مستقيم عمودي على مستقيم، وكنقولوا مستقيم متعامد مع مستقيم، كاين الفرق. هل الفرق يبان بالفرنسية أكثر من العربية؟ مين كنقولوا بالفرنسية كنقولوا دو دروات سون بيربونديكولير، ولا نقولوا دو دروات سون اورتوغونال. دونك هذا المصطلح كاين الفرق بيناتهم. مي كنقولوا بيربونديكولير معناها انهم كيشكلوا واحد بيناتهم واحد الزاويه قائمه، كيتقاطعوا وكيشكلوا كيحدوا واحد الزاويه قائمه. ولكن مي كنقولوا دو دروات سون اورتوغونال ماشي فورسيمون يكونوا زاويه قائمه. نعطي مثال هنايا، شوفوا عندي هنايا ويمكن لكم تشوفوها عندكم حتى تما فما في البيت. اذا لاحظوا مثلا هذا ا بي وعندي سي جي، سي جي هذا، ولا هذا اش اش دي، اش دي مع ا بي. اذا هذو اش دي مع ا بي نقول لهم هنا سون اورتوغونال، دو دروات سون اورتوغونال. هاد ا بي اورتوغونال مع اش دي. مع العلم كتشوفوا ما كيشكلوش بعاد بهم، ما كيشكلوش زاويه قائمه. اذا هنا شنو كنطبقوا؟ كنطبقوا لان هنايا هاد لا دروات اش دي هنا غادي نقولوا بانها راه عموديه على هذا المستوى ا بي سي دي، داكور، عمودي على هذا المستوى. علاش عمودي؟ اذا نشوفوا هنايا هاد اش دي عمودي على دي سي. ممكن تخيلوها عندكم فما شي عمود، العمود شي عمود تما البيليه ديال الدار، وكتكون عمودي على التحت على ديال على كنسميوها الحزام الاسفل. اذا هنا عمودي على دي سي وعمودي على الدي، وكنقولوا بان كل المستقيمين او المستوى ممكن ان يحدد، المستوى في الفضاء ممكن يحدد بمستقيمين متقاطعين، يمكن يحدد بمستقيمين متوازيين منفصلين، ممكن ان يحدد بثلاث نقط غير مستقيميه، داكور. اذا هذه اشياء اللي كتحدد. اذا هنا المستقيم ا بي سي دي ممكن نقول محدد بالمستقيم ا دي و دي سي و اش دي عمودي عليهما، وبالتالي فهو عمودي على هذا المستوى. وما دام ان كان واحد الخاصيه كتقول اذا كان المستقيم عمودي على مستوى، بحكم انه عمودي على مستقيمين متقاطعين يتضمنهما هذا المستوى، فهو عمودي على كل المستقيمات التي تقع ضمن هذا المستوى. اذا ا بي يقع ضمن هذا المستوى، وبالتالي فهو ممكن نعتبره انه متعامد مع اش دي، اورتوغونال مع ا بي، اورتوغونال مع اش دي. طبعا هذه فقط للإشارة. إذا حالة ديال مي كنقولوا بيربونديكولير هي حالة خاصة ديال الأورتوغوناليتي. إذا مي كنقولوا عمودي راه معناه كيشكل زاوية قائمة، كيتقاطع وكيشكل مع المستقيم الآخر 90 يعني زاوية قائمة. بينما مي كنقولوا هذا المستقيم أورتوغونال مع واحد المستقيم آخر، ماشي فورسيمون يكون عندهم 90 درجة. مثلا هذا هو هذا الخضر مثلا عمودي على أبي، بون هنا كيشكلوا زاويه قائمه، وفي نفس الوقت نقولوا راهم اورتوغونال ماشي مشكل. لكن اش دي و ا بي راهم اورتوغونال ولكن ما كيشكلوش زاويه قائمه. هذا هي باش نفهموا هذا الفلسفه ديال الهندسه في الفضاء، ياكور. اذا نتمنوا التوفيق ومزيد من الشروحات في سياق البحث عن التمرين. اذا اول سؤال غادي نحدوا شنو هو ال سميتو الجداء السلمي ديال ا بي و اش جي. اذا نمشيو، اذا رجعوا لهذا الشكل، اذا فضلت في يعني في كل صفحه كندير فيها الشكل باش نكونوا قراب قراب باش نفهموا مزيان. ا بي اذا المتجهه ا بي هي هذه، والمتجهة اش جي هي هذه. اذا ا بي كاينه في واحد
واجهه، واحد الوجه يعني في واحد البلون، و اش جي كاينه في بلون اخر يعني في الوجه المقابل، والجهه العليا. يعني ممكن هذا الشيء تصوروا عندكم في الدار. طيب كيفاش غادي نحسبوا البرودوي سكالير ديال هذا؟ اذا نحاولوا ما امكن دائما نحاولوا نشتغلوا في واحد المستوى باش يمكننا نطبقوا القواعد اللي درناها في التقنيات الاربعه اللي درناها في في في, في الدرس ديال يعني في المستوى يعني في الهندسه المستويه. اذا هنا لابد ان نحيل الاشياء لواحد المستوى باش يتسهل علينا الماموريه. اذا هنا غادي نوليو نستعملوا الخاصيه ديال متوازي الاضلاع، الخاصيه ديال تساوي متجهتين. اذا هذا الشيء كلشي خصنا نستحضروه هنا. اذا شوفوا معايا هنا، هذا اش جي، هذه المتجهه اش جي تساوي المتجهه او اف، ولا لا؟ هذا لان او اف جي اش راه هو في الحقيقه راه مربع، ولكن كنقولوا انه متوازي الاضلاع، وبالتالي المتجهتان عندهم نفس الطول نفس المنحى ونفس الاتجاه. اذا اش جي تساوي او اف، او اف تساوي المتجهه ا بي. داكو؟ اذا هنا ممكن نسقطوها هاد يعني هاد اش جي نجيبوها لو اف لانها متساويه. وهضرنا ديك النهار على لي فيكتور، وهضرنا على لي كومبوزون ديال لي فيكتور، قلنا بان الفيكتور يتحرك. اذا نحن الان حنا كنجسدوها الان ان اش جي يمثلوا او اف، و اف نهودوه لاب بي وكيصبح منطبق على اب بي، وبالتالي ممكن هنا نحسبوا الجداء السلمي ديال اب بي مع اش جي بهذه الطريقه. داكو؟ اذا نمشيو للتحرير. يساوي فيكتور اب بي، لان اب بي اف او هو متوازي الاضلاع. داكور؟ وبالتالي بمعنى هاد اش اف غادي تجي هنا، اش جي غادي تجي لاو اف، ومن بعد نهودو او اف لاب بي. اذا نوليو دابا، وبالتالي انتم هنا يعني اش جي هنا 1 و 2، 2 1 و 2، وندير وي كو هذا اب بي يساوي اش جي، الفيكتور اب بي يساوي اش جي. داكوغ؟ اذا غادي نولي نمشي نستخدم نحسب، وهذه كانت توطئه، دابا غادي نمشي نحسب هاد لو برودوي سكالير اب بي سكالير اش جي. دونك غادي نخلي اب بي سكالير هاد اش جي باش غادي نعوضو. اذا قلنا هنا اب بي هي اش جي، دونك غادي نعوضو باب بي، وكتساوي لنا ممكن هنا نستعملوا التقنيه ديال احدى التقنيات، اما غادي نديروا لان هنا هنا اب بي مع اب بي سون كولينيير دو ميم سونس، و دونك كيديروا واحد كيفورمي واحد لونغ اللي هو نول بلا، وبالتالي كوس دي زيرو غادي تولي لنا هنايا. غادي نطبقوا القاعده نورم ديال اب بي فوا نورم ديال اب بي ولا الموديل، ثم كوسينوس دو زيرو ايتيكال. دونك غادي يعطيني اب بي في اب بي في واحد، وغادي يعطيني اب بي وسيتنا، واب بي وسيتنا اب بي هي ا،
دونك غادي يعطيني ا او سي 2 دو غادي نكادريها ا بي سكالير اش جي يتيقال ا. او سي 2 باردون او كاري ا او كاري دونك شتو ما كاينش شي مشكل فقط يجب ان نحط يعني نكون ملم بالقواعد وندير شي رسم يكون انيق ونستعمل الملونات وغادي يبان لي داكشي هو هذاك. اذا نمشيو لهذا السؤال الاول فيه البرودوي غادي نمشيو للبرودوي الاخر. اذا فين هو الفيكتور بي سي؟ نمشيو للفيكتور نشوفه في الشكل. دائما الشكل الهندسه كتعتمد على الشكل. عاد نجيبوا المعطيات والتعلمات اللي تلقيناها. بي سي لو فيكتور بي سي اذا هو هذا الازرق ثم او اف. اذا ارسمتهم هنا بالازرق باش يبانوا لكم بي سي و او اف. اذا بي سي حتى هو كاين في واحد المستوى يعني كاين في مستوى هذا وهذا والاخر كاين في المستوى الفوق. اذا بمعنى الامر هنا كيتعلق بثلاثه المستويات. معنى بي سي ممكن ينتمي لواحد المستوى ا بي سي دي ولا بي او بي اف جي سي و او اف كاين في المستوى او اش جي اف. بمعنى الى درنا تخيلتوا الحجره اللي راكم فيها يعني عندكم مستقيم لتحت في الاسفل وعندكم واحد المستقيم الفوق في السقف. اذا كيفاش غادي نحسبوا البرودوي سكالر ديالو؟ اذا هنا يجب كذلك ممكن نعتمدوا على هذيك الخاصيه اللي قلت لكم قبيله بان بي سي. شوفوا هنايا غادي نقولوا بان بي سي عبودي ولا اورتوغونال او بلون A, B, F, E, C. علاش؟ لأنه هنا عمودي على مستقيمين متقاطعين. عمودي شوفوا هذا بي سي عمودي على A, B كيشكل مع زاوية قائمة وعمودي على B, F كيشكل مع زاوية قائمة. وهاد المستقيمين A, B و B, F هما متقاطعان ومتعامدان وبالتالي يحددان هذا المستوى A, B, F, E. إذن C, B عمودي على هذا المستوى. اذا ما دام سي بي عمودي على المستوى ا بي اف او فهو عمودي على كل المستقيمات التي تقع ضمن هذا المستوى. اذا او اف المستوى او المستقيم او اف الي تانكلو دون سو بلون ا بي اف او. دونك غادي نقول لو فيكتور بي سي الي اورتوغونال مع هذا الفيكتور او اف. وشفنا في الدرس ديال احدى الخاصيات ديال الجداء السلمي اذا كان دو فيكتور سون اورتوغونو بمعنى انهم لور برودوي ايتيغال ا زيرو تو سامبل. داكو الطريقه الاخرى غادي نقول او اف هذا الفيكتور او اف يساوي الفيكتور ا بي. داكو هذا او اف يساوي الفيكتور ا بي لانه متجهتان متساويتان عند متوازي الاضلاع. دونك غادي نعوض الفيكتور ا بي باو اف وصافي ويولي عندي بي سي او اف متعامدان وبالتالي راهم اوتوماتيكيا راهم يعني جوج ديال الطرق وكاين طرق كثيره. اذا على بركه الله نحاولوا نريديجيو هذا. اذا قلنا لو فيكتور او اف المهم الفيديو غادي يكون طويل لان انا كنكثر فيه الشروحات. فيكتور او اف ايتيغال الفيكتور ا بي بو علاش؟ لان ا بي اف او متوازي الاضلاع وكتعرفوا الخاصيه ديال متوازي الاضلاع. داكوغ يلا هاسيدي ولدينا قلنا انكور
BC هذا الفيكتور قاعد ندير لك فيكتور BC راه اورثوغونال مع AB. علاش؟ لان ABCD دي كاري. غادي نديرو هكذا ABCD كاري تو سامبلومون. اذا غادي نحسبو لو برودوي سكالير، اون كالكول لو برودوي سكالير. هاي التوطيها بي سي فوا او اف اذن غادي يعطيني الفيكتور بي سي، ونعوض الفيكتور او اف باش غادي نعوضو، نعوضو ب بي. وقلنا بان بي سي و ا بي سو اورتوغون، ها هما دونك البرودوي ديالهم غادي يكون نول. داكور، وغادي نولي ندير نونكادريها بي سي سكالير ا بي ايتيغال ا زيرو. داكوغ، نمشيو للحالة ما قبل بعدها. إذا نمشيو لفين هو الأسي، أسي أسي هو اللي في الأرض، ها هو هنا. إذا تخيلوا دائما، قلت لكم تخيلوا الوضعية عندكم في الدار باش تفهموا مزيان. إذا أسي هو هذا اللي مرسوم بالأخضر، ثم عندنا أش إف. إذا نشوفوا هنا عندنا أسي دياغونال عندكم لتحت في, في, في يعني في أرضية ديال القاعة، وعندكم دياغونال ديال السقف بواحد الشكل آخر. وقال لكم حسبوا البرودوي سكانير. إذا هنا كاين بزاف ديال الطرق، ما يمكنش نعددها بالضبط، ولكن كاين بزاف ديال الطرق باش نحسبوا هذا أسي أش إف. إذن هذا اش اف الى سقطناها غيتعطينا دي بي، الى سقطناها على الارض غيتعطينا دي بي، باش نوليو نشتغلوا في واحد المستوى اللي هو الارض ديال يعني هاد لا باز. داكوغ، اذا كاين دو باز يعني هنا نهضروا على الباز يعني السفلى. إذن هاد اش اف الى سقطناها غيتولي عندنا دي بي، وبالتالي كيولي عندي هنايا جوج ديال يعني واحد المستوى. داكو، من بعد غادي نولي نطبق يعني هذه واحد القاعده، واحد الخاصيه. يعني شنو غادي نطبق؟ غادي نولي نطبق عندي ا بي سي دي، غادي يولي عندي ديك الساعه شنو هو عندي مربع. دونك وكان عارفوا بان القطران المربع متعامدان، دونك ا سي مع اش دي مع اش اف راهم متعامدين. داكور، انهما غادي يوليو متعامدان، لان اش اف غادي تساوي دي بي متجهات دي بي، لان اش اف بي دي حتى هي راه هنا متوازي الاضلاع، هذا مستوى اخر. داكوغ، وبالتالي غادي يولي عندي الفيكتور اسي مع الفيكتور دي بي راهم يعني راهم اورتوغونال، لان القطرين ديال المربع متعامدين، وبالتالي كيشكلوا زاويه قائمه، وبالتالي البرودوي سكالير ديالهم يقال زيرو تو سامبلومون. يلا نبداو على بركه الله. اذا اون غادي نديرو هكذا، اون لو فيكتور اش اف est égal le vecteur db. علاش؟ لان قلنا دي بي اف اش راه متوازي الاضلاع، يمكن البرهنة عليه بسهولة، لان عندنا هاد، عندنا بي اف
وأشدي متوازيان ولهما نفس الطول، وهذا رباعي إذا كان في رباعي محدب، يعني كان فيه ضلعان متقابلان متقايسين ومتوازيين، فالرباعي متوازي الأضلاع، وبالتالي نستنتج بأن اش اف يساوي دي بي، يعني طولا وتوازي ومنها، وبالتالي متجهتان متساويتان، تو سامبلو داكوغ. وعندنا عاود ولدينا ا سي عمودي على بي دي، علاش؟ هادو دياغونال، دياغونال ديال دياغونال دو كاري، شكون هو هاد الكاري؟ ا بي سي دي. داكوغ، دونك لو فيكتور غادي نولي دابا نحسب الاخر، ا سي سكالير اش اف، غادي يعطي نخلي الفيكتور ا سي كيما راه، و اش اف غادي نعوضها بفيكتور دي بي. دونك عندنا لي سيبور ا سي و دي بي ديالهم يعني متعامدان، سون بيربونديكولار، دونك يل سون اورتوغونو، دونك يل تساوي زيرو. دونك ا سي سكالير اش اف ايت ايغال لو سكال لو سكالير زيرو. داكور، فوالا، هنا راه نشرنا لها، ولكن ا سي اورتوغونال مع بي دي، تو سامبلوم. اذا مشينا دابا الثالث، غادي نمشيو دابا الرابع، ا سي او اف. اذا نحدو فين هي المتجهه، ا سي هي الاولى، او اف هي هذه. إذن الفيكتور ا سي و او اف، إذن نفس الحالة اللي هضرنا عليها مقبلة، وهنا غادي نحاولوا نحلوها بطريقتين. إذن ندينا ا سي، إذن هنا قبل ما غادي نقول بأن بعد عنا قلنا او اف، الفيكتور او اف ايتيال فيكتور ا بي، لأننا قلنا AB F E متوازي الأضلاع، نفس الحال كما قلت لكم قبيلة ليه. إذا عندنا B F و A E متوازيان، لأنه ما كانش شكل مستطيل، وعندهم نفس الطول، وبالتالي فهو متوازي الأضلاع، وبالتالي كل ذي يعني متقابلين فيه متقايسين ومتوازيان، إذا AB كيساوي E F. اذا هنا الاهم عندي هنا هو كيفاش غادي ندير نطبق الخاصيه ديال الاستعمالات ديال جداء السلالي. داكوغ، اذا عندنا قلنا ا سي او اف، اذا ا سي هي هذه، او اف قلنا هي ا بي. داكوغ، اذا غادي نولي نحسب البرودوي سكالير. اذا ا سي سكالير او اف، يساوي هنا غادي نحسبهم بجوج في آن واحد، بجوج ديال الطرق. الطريقة الأولى، إذا او اف مفروض صافي راني سقطتو على ا بي، دونك غادي يولي عندي هنايا ا سي، عندي او اف ا بي، و ا سي حتى هو غادي نسقطو عموديا على ا بي، واللي عندي ا سي مسقط على ا بي، بالتالي غيتولي عندي هنا ا بي سكالير ا بي، وبالتالي غادي تعطيني ا بي نورم ديال ا بي في نورم ديال ا بي كوسينوس دو زيرو، دونك غادي نكتبها هنا ا بي
fois AB cosinus de 0. دونك هنايا نعاود لان قلنا او اف هو ا بي من بعد غادي نحسب البروديوس سكيلر ديال ا بي مع ا سي لان المفروض او اف هو ا بي غادي نولي نسقط عموديا ا سي هنا على سي تولي بي وبالتالي غادي يولي عندي ا بي في ا بي دو فيكتور يعني كولينيير دو ميم سونس دونك غادي يفورمي واحد الكورس واحد لونغ نول وبالتالي كورس دو زيرو ايكال ان ا بي فوا ا بي نورم يعطيني في التالي ا بي او كاري و ا ب او كاري هي ا او كاري دابا غادي ندير الطريقه غادي نخلي ا ب و ا سي كما راهو بمعنى غادي ندير نخلي ا سي هو ا ب سكالر ا ب اذا غادي يعطيني النورم ديال ا سي النورم ديال ا بي فوا كوسينوس هذا راه مربع ا بي سي دي راه مربع وكنعرفو المربع هو معين حتى هو وكنعرفو عاود بين لي دياغونال ديالو كيشكلو بحال منصفات الزاوية وأكثر من هذا هم محاور تماثل يعني كيشكلوا المنصفات والوسيطات إلى غير ذلك إذا هذا غادي يساوي يعني هذا اللونغ اللي غادي يكون هنا ندير نستعمل الألوان هذا اللونغ غادي يكون بي سور 4 45 درجة داكوغ اذا هنا عندنا ا وهنا ا دونك هنا شنو غادي يكون عندي ا سي يعني غادي نولي عاود نحدد ا سي ا سي سهله باش نحددها باش غادي نحددها بيتاغور داكور وراه باينه يعني ا راسي كاري دو دونك غادي نديرو اكس او كاري ايت ايغال ا او كاري بلس ا او كاري ا او كاري ا او كاري وهذا اكس او كاري ايت ايغال 2 زاو كاري دونك اكس هو جد المربع اثنان ا او كاري ا بوزيتيف دونك غادي يعطيني ا جد المربع جوج داكوغ اذا نديرو مسحو ا سي هنا قلنا بي سور 4 ايتيغا بو هنا غادي ندير نعاود هنايا باش ما اذا هنا قلنا ا يساوي الطريقه الاخرى حسبناها ا او سي 2 وهنايا غادي يعطيني ا في جذر مربع 2 يعني الموديول ديال ا سي وهنا ا بي والموديول ديال ا والكوسينوس ديال بي سور 4 هو جذر مربع 2 على 2 يساوي اذا ا في ا غادي يعطيني ا او كاري جذر مربع 2 في جذر مربع 2 غادي يعطيني 2 وعندي تحت 2 اذا 2 على 2 1 وبالتالي غادي يعطيني ا او سي 2 دونك خلاصة القول ا سي سكالير او اف غي تعطيني ا او كاري اذا كتلاحظوا ما كاينش حاجة شي فقط كي اذا كنت ملم ملم بالقواعد وكيفاش نعرف نخدم الامور يعني ما كاينش شي حاجة اخرى هنا كاين طريقة اخرى عاود ممكن نستعملوا ديك الطريقة ديال لي نورم ديال لي نورم ديال الطريقه هذه يعني ا بي يعني ماش ما نضيعوش الوقت ا بي في ا سي لو سكالير غادي يعطيني ان دومي ان دومي ونفتر النورم ديال هذه او كاري يعني ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان بي سي او كاري اذا ا بي عندي ا سي عندي وبي سي عندي دونك غادي نحسبها وفي التالي غادي نلقى ا وسي 2 يعني هاد يعني التقنيات كلها ممكن نخدمها ممكن نخدم ندير حتى روبير يعني نستعمل لي كومبوزونت اذا كاين طرق كثيره
Il est là, calculo. BG AF. نوليو فين هي بيجي؟ نمشيو لهذا الشكل. بيجي هي هذه، عفوا، فين هي بيجي؟ هي هذه بالخضر. و اف اذا قلنا بيجي، نعاود راه ندير نظر شويه قليل. هو هذا، هو بالخضر هنا، رسمتهم بالخضر لانني يعني وجدتهم بيجي و اه. نعاود نركز بان الهندسه كتبغي الشكل يكون واضح، وفي نفس الوقت نستعملوا الملونات تساعدنا كثير. اذا نشوفوا هذا او كاين في واحد الواجهه، يعني في واحد المستوى، و بي جي حتى هو كاين في واحد المستوى اخر. دونك هنا دائما قلت نحاول نرجع الامور لواحد المستوى، نخدم على واحد المستوى، واخا هما راهم متفرقين، لكن بتطبيق القواعد ديال الفضاء، ديال تساوي متجهتين، ديال ان الفضاء يحافظ على قياس قطعتين او يحافظ على التوازي، ممكن نستعملوا هذه الامور ويخرج تخرج العاقبه ديالنا بخير وعلى خير. يلا سيدي، دابا هاد ا او هنا بي جي غادي نخليها تما. هاد ا او تساوي بي اف، لان ا بي اف او متوازي الاضلاع، يعني بينها قبيلة. داكور. إذن هنا قلنا AE المتجهة AE تساوي المتجهة BF، الفيكتور AE يتيار الفيكتور BF. علاش؟ نعاود نذكرو بأن ABF متوازي الأضلاع، بالتالي خصني الخاصية ديال متوازي الأضلاع تكون في الدماغ ديالي. داكوغ. دونك باش غادي نخرج بي جي، باش نخرج السكالير ديال بي جي و بي اف، كاين جوج ديال الطرق، إما الطريقة ديال الإسقاط. قلنا غادي نديرو بي اف، إذا بي جي سكالير أ أو. أنا بقش فقط باش نور، باش نغنيو الرصيد ديالكم معرفي، نوركم أكثر مع طريقة واحدة تكفي، لكن كاين وكاين ممكن نستعملوا بربعة ديال التقنيات، ممكن نستعملوا طريقة أخرى ديال ديكومبوزيسيون، نستعملوا ريلاسيون دو شارل. إذا كثيرة. دونك يساوي، هنا نديرو يساوي. اذا هنا غادي نستعمل، نولي نستعمل هذيك اللي درناها قبيله ديال ان دومي ديال الاضلاع. اذا دابا ا او ولات هنا هي بي اف. داكو. هي في الحقيقه خصني حتى ندير هذه عاد، نولي نطبق هذيك. يساوي بي جي، غادي نخلي بي جي هو كيما راه، يساوي اذا ا او بي اف، غادي تولي عندي ا او بي اف. دابا عاد ندير هاد الطريقه اللي هضرنا عليها، تساوي اذا هنا دائما تساوي ان دومي. إذا شنو هو؟ ان دومي بي اف كاري بلس بي جي او كاري موان جي اف او كاري. ولتحت غادي ندير الطريقة الأخرى ديال الإسقاط. إذا بي جي او بي اف غادي نخليها، بي جي غادي نسقطها هنا، ها بي جي غادي نسقطها عموديا تولي بي اف، غادي يوليو عندي بحال دو فيكتور كولينير دو ميم سونس،
دونك غادي يعطيني النورم دو بي اف والنورم دو بي اف وكوس دو زيرو. داكور. اذا غادي ندير هنا عاوتاني هي اذا النورم ديال بي اف كوسينوس دو زيرو اذا ايكال ايكال. دابا غادي نجي لهنا ونمشي بطريقتين. اذا ان دومي بي اف كاري بي اف او كاري دونك يعني هذا ا جذر مربع 3 او كاري اذا غادي تعطيني 3 ا او سي 2 بلس منو ما غلطوش بي جي. اذا هنا شوف هنا عندي ا جذر مربع 3 وهنا عندي ا هذا راه متوازي الاضلاع بالاكثر ذلك راه مستطيل. اذا الطول عنده الارتفاع هو هنا يعني الطول ا جذر مربع 3 اذا هنا غيكون عندي ا. اذا هنا ممكن كذلك نديرو بيتاغور ونحدو القيمه ديال بي جي او كاري. داكوغ. اذا ممكن نحسبوها وهنايا اذا بي جي او كاري لان هذا غادي يولي عندي يعني بي جي اف وراه مستطيل بالتالي غادي يولي عندي هنا ان اونغل ريكتونغل ممكن هنا نطبقو بيتاغور. اذا هنا كنطبق حتى بيتاغور في لاسباس. اذا بي جي او كاري ايتيغال هذا او ا او كاري يعني جي اف او كاري بلس بي اف او كاري اللي هي قلنا 3 ا او كاري. اذا غادي يعطيني 4 ا او كاري دونك بي جي شنو غادي تعطيني راسين كاري ديال 4 ا او كاري 2 2 ا بمعنى هذه تعطيني 2 ا. عقلوا ليها مزيان ديال. اذا هنايا بي جي او كاري بي جي او كاري هي هذه ها هي محسوبه هي 4 ا او كاري. داكوغ. موان جي اف او كاري فين هي جي اف قلنا هي ا او كاري ونبلع القوس تساوي نزيد نحسب تساوي النصف فاكتور 3 زائد 4 ا او كاري هي 7 7 ا او كاري نحيدو منها ا او كاري تعطيني 6 ا او كاري تساوي اذا 6 على 2 تعطيني 3 3 ا او كاري. نشوف الطريقه الاخرى بي اف في بي اف شنو هي بي اف ها هي اذا عندي ا جذر مربع 3 في ا جذر مربع 3 في 1 اذا ا في ا صافي ا او سي 2 جذر مربع 3 في جذر مربع 3 تعطيني 3 دونك درتها بطريقتين وجبت النتيجه هي هي كالكول ا اش داكور. هنا كيقول لك بان اي لو ميليو ديال ا اش اي هو لو ميليو ديال ا اش وغادي نكالكيليو دونك اي راه ميليو ديال ا اش يعني المعطى جديد وغادي نحسبو هاد ا اش. هنا كاين بزاف ديال الطرق ممكن نستغل السؤال السابق اللي خرجنا فيه بي جي هو 2 ا. اذا ممكن نعتبره بان ا بي ا بي جي اش متوازي الاضلاع. داكور. ا بي جي اش متوازي الاضلاع ممكن نستغلوا هذه متوازي الاضلاع لان ا بي تساوي اش جي متوازيين ومتساويين وبالتالي متوازي الاضلاع وبالتالي كل ذرعان فيه متقيسان. اذا بما ان بي جي يلا حسبناها 2 ا دونك اش فيها 2 ا ممكن نستعملوا البيتاغور هنا في هذا المثلث هذا راه مستطيل ا دي اش او ممكن نستعملوا هنا بيتاغور نستعملوا بيتاغور ونخرج نديروا ا اش هي 2 ا. داكو ممكن نديروا هذه الطريقه هذه
اذا كل الطرق تؤدي الى روما، مو من كيما اللي قلت لكم ديال هذا ا بي جي اش تا هو ستان بلون، راه متوازي الاضلاع. ممكن تصوروا هذا الاخر عندكم تما، هذا اللي كنبين لكم دابا. وممكن نستعملوا بيتاغور هنايا، نقولوا بما عندنا قلنا A A dh triangle rectangle sur D. لعناش لأن A هنا عندنا A E H T ريكتانجل. إذا الأوجه الجانبية الجانبية ديال المتوازي المستطيلات هي عبارة عن المستطيلات لي فاس لاتيرال، هي ريبريزونت دي ريكتانجل بالنسبة للباراليباد ريكتانجل. داكور، غادي نستعملو بيتاغور. Et d'après Pythagore, قلنا إذن أأش كاري إتيجال أدي أو كاري بلوس دي أش أو كاري. أدي هي أ أو كاري، دي أش أو كاري هي أ جذر مربع ثلاثة أو كاري، دونك يساوي أ أو كاري. هنا أ أو كاري يعني جذر مربع ثلاثة أو كاري هي ثلاثة، أي تعطيني أربعة أ أو كاري. إذن أ أش إثنان أ. شنو لا كيستيون؟ أ أش أحسب أ أش وبين أن الدي أش إيكال دو بي سير ترو. دونك غادي نبينو هذا هذه الزاوية فيها اثنان بي على ثلاثة، داكوغ؟ دونك أ أش تساوي اثنان أ. شوفوا مزيان، دائما أي حاجة نلقاوها تعتبر معطى جديد يمكن استعماله فيما يأتي، فيما سيأتي. دونك هنايا ما تنساوش بان راه قالوا لكم اي منتصف ا اش، لقيتوا بان ا اش فيها اثنان ا، معنى اي اش يساوي ا، اي ا يساوي ا، اي دي يساوي ا، وعندكم في المعطيات ا دي يساوي ا. دونك هذا يعني هذه المعطيات الجديده تعطيكم تنور لكم الطريق. بمعنى شنو غادي نقولوا على هذا المثلث هذا؟ اي دي ا، اذا هنا ا وهنا ا وهنا ا، داكوغ؟ هنا راه مثلث متساوي الاضلاع. عندكم واحد الخاصيه عاود درتوها في قريتوها في, في, في الاعدادي، ان اي ان ملي كيكون مثلث قائم الزاويه فان المنتصف ديال الوتر ديالو يقع على نفس المسافه من رؤوسه، لو ميليو ديال ليبوتينوس اللي ايكويديستون او سومي ديال تريونغ. اذا هذه كلها معطيات شتوها، ممكن الان نخدموها هنايا. عندنا القضيه ديال النسب المثلثيه، ممكن الان مع ان تريونغ ريكتانغل هنا، لان راه عندي هنايا ريكتانغل، دونك هنا ممكن نستعمل
النساء المثلثية السينوس ديال هاد لونغ، هاد لونغ عندي أ وعندي أ، دونك ممكن نلقى لونغ ديال هذا ومن بعد ندير تيرميني ديال هذا. دونك يعني كاين بزاف ديال الأشياء اللي يمكن ديرها هنا. يعني هذا الدرس، هذا التمرين كان مناسب باش نراجعوا فيه كاع هاد الأشياء اللي قريته ونوظفوا فيه هاد الاستعمالات ديال البرودوي سكانر. اذا نمشيو نديتيرمينيو لونغل، نبينو بان دي اش 2 بي سور 3. اذا دون لو تريونغل ريكتونغل ا دي اش ودي قلنا ا اش اتيغال ا 2 ا، يلا بينا هذا اي ميليو دو ا اش سافو دير كو اي ا ايغال ا اي اش ايغال ا اي دي إيجال أ. إذا قلنا بأن هنا مين كيكون إي منتصف ديال واحد ليبوتينيس ولا ديال الوتر، فهو يبعد بنفس المسافة عن الرؤوس المثلث. وبينا بأن أ أش يعني ليبوتينيس فيها اثنان أ، دونك إي أ وآخر فيها أ، دونك إي أ إيجال إي أش إي دي يساوي أ. إي كوم AD يساوي A، دونك شنو غادي نستنتجو؟ اون ديدوي كو اي دي اش اي عفوا اي دي A قلنا متساوي الاضلاع. قلنا يعني اي اي دي ا يساوي دي ا اي يساوي ا اي دي يساوي 60 درجة. 60 درجة معناها هي بي سور 3. دونك الى كانت هنا بي سور 3 بون، الى كانت هنا بي سور 3 اذا هنا غتكون بي موان بي سور 3. دونك دي اش تساوي بي، لان هنا زاويه بلا ان لونغ بلا. اذا دي اش تساوي بي موان بي سور 3. بون نبينوها كاع بون، كاين اللي ما يفهمش. اذا دي اش شنو هي اش اي ا لونغل بلا موان دي ا، اللي حددناها هي دي دي اي ا دي اي ا دي اي ا فين هو هادي؟ هي هادي ولا اي دي؟ دونك يساوي بي موان بي سور 3. تعطيني 3 بي موان بي سور 3 صافي 2 بي سور 3. دونك فينالمون دي اش ايتيغال 2 بي سور 3.
ممكن قلت كما هذا نديروا السينوس ديال هذا لونغ يساوي ا دي سور لي بوتينوس ديال دو ا ا دو ا غيتلقى ان دومي بمعنى هنا بي سور 6 وهذا راه هنا اونغل ايزوسير تريونغل ايزوسير بي سور 6 هنا غادي يكون هنا بي سور 6 داكور إذا هنا بي سور 6 هنا هنا بي سور 6 هنا غيتولي 180 المجموعة الخاصية ديال المثلث 180 يعني بي موان 2 بي سور 6 دونك غنولي عاود نديرو بي موان 2 بي سور 6 وغادي نلقاو 2 بي سور 3 نختزلو غادي نلقاو 2 بي سور 3 بون هادي ميثود أخرى إذا نزيدو نواصل لأن قدامنا مازال جويبة أخرى دونك نمشيو للشكل دائما نمشيو فين هو بي جي بي جي هو هذا بالخضر وعندنا او دي او دي هو هذا اذا غادي نرسمو حتى هو بالاخضر اذا بي جي مع او دي اذا حتى هنا كيبان بان الامر يبدو انه معقد باعتبار ان بي جي كاين في واحد الواجهه و او دي في واجهه وبالتالي تيصعب اننا لكن نحاولوا نفكروا مزيان هاد بي جي بي جي هو ا اش اذا كنا شرنا لها قبيله قلنا ا بي جي اش هو متوازي الاضلاع اذا بي جي هو ا اش اذا ممكن نجيبو بي جي نبدلوه ب ا اش و او دي غادي يبقى هو هو اذا غادي يولي بحال اللي عندنا لي دياغونال ديال هاد ا او اش دي لكن دياغونال ديال الريكتونغل ماشي هما الدياغونال ديال الكاري لي دياغونال ديال الكاري سون بيربونديكولير بينما ديال الريكتونغل لا لان هنا عندنا الريكتونغل عندنا ا وعندنا ا جذر مربع 3 دونك هنا غادي نبحثوا بعدا اذا بعدا نعوضوا بي جي ب ا اش داكور اذا قلنا لو فيكتور بي جي ممكن نعوضوه بالفيكتور ا اش ونديرو بين قوسين ا بي جي اش متوازي الاضلاع وراه بينا نقول لك كيفاش متوازي الاضلاع لان هنا عندنا ا بي عندنا ا وهنا حتى هنا راه ا حتى هنا راه ا هذا الاحمر هذا دونك بي جي راه هو ا اش داكور اذا نولي عاود إذن بي جي وقبل ما ندير هذا لاحظوا هنا مين غادي نرجع بي جي هنا بي جي غادي يولي هو ا اش إذن ا اش ممكن نعوضوها باش نعوضوها لان اي منتصف ديال ا اش إذن غادي يعطيني 2 زي اش كتعرفوا علاش غادي ندير هذاك 2 زي اش ا اش لو فيكتور ا اش ممكن نكتبوه دو فوا فيكتور اي اش لان اي ميليو ديال ا اش داكور دونك هنا درت بوزيتيف لان اي اش و ا اش عندهم لو ميم سونس ميم ديريكسيون ميم سونس واخا او دي لو فيكتور او دي اي او دي لو فيكتور او دي مي Et le vecteur ED, ممكن نكتبوه مرتين vecteur ID. لأن هنا I منتصف راه منتصف القطر AH ومنتصف القطر DE. قطرة متوازية الأضلاع يتقاطعان في نفس المنتصف. هنا راه مستطيل هنا القطران يتقاطعان في المنتصف ولهما نفس الطول. داكور؟ بيان. غادي دابا عقلوها مزيان ها اش عوضناها بدو اي اش و او دي عوضناها بدو زي بي دونك بي جي سكالر او دي اذا بي جي باش عوضناها قلنا ب ا اش فيكتور ا اش
والفيكتور ادي باش عوضناها. تجي المرحلة الثانية، هذا اش غادي نعوضها بهذا دوزي اش سكالير، ولو فيكتور او دي غادي نعوضو بهذا دوزي دي. إذن يساوي شنو يساوي؟ جوج في جوج تعطينا أربعة، أربعة لو فيكتور اي اش فوا لو فيكتور اي دي. اه دابا غادي نولي ها أربعة نحتفظ بها، ندير فاكتور ونحسب البرودوي سكالير ديال هذا اي اش فوا اي دي. رجع للشكل، ها اي اش هو هذا و اي دي ها هو هذا، اذا غادي يساوي نورم ديال اي اش ولا الموديل، موديل ديال اي دي نورم ديال اي دي فوا الكوسينوس ديال دي اش، وهذاك راه لقيناه قبيله كوسينوس ديال دي اش، اذا ما كيتعطاش حاجه راه ما كيتعطاش هكا. دونك يساوي أربعة في طبعا راه هنا في اي اش، اي اش هي ا راه قبيله لقيناها قلنا ها هي لتحت اي اش اي دي هي ا، اي دي حتى هي ا في ا، والكوسينوس ديال لونغ ديال دو بي سور 3 كوسينوس في كوسينوس ديال دو بي سور 3، اذا يساوي 4 ا او كاري كوسينوس ديال دو بي سور 3. A دو بي سور 3 راه ستان لونغ اوبتي 120، اذا شحال غادي يكون عنده الكوسينوس ديالو؟ غادي يعطينا موان زان دومي، كوسينوس ديال ايكال موان زان دومي اذا يساوي 4 يعني موان 4 سور 2 صافي موان 2 ا او كاري. Donc finalement, BG, donc BG, scalaire ED est égal à moins 2 A au carré. Bon, la question, troisième question. A. GAF. بون اف موجوده في واجهه وبي جي توا موجود يعني موجود في واجهه اخرى، والمطلوب ان نبينوا بان البي جي سكالير اف ايكال 3 ا او كاري. وهنا ممكن نستعملوا الاسقاط، ممكن نستعملوا داك ديال لي نورم، ولكن هنا غادي ندير واحد الطريقه اخرى، غادي نحاولوا نستعملوا ما يسمى بلا ديكومبوزيسيون، يعني اون فا انتركالي يعني نستعملوا هنا الريلاسيون دو شارل. يلا غادي نحاولوا نديروا واحد المحاوله نتمنى تنجح. يلا عندنا اف او بي جي، نبداو بي جي، لو فيكتور بي جي سكالير اف، نمشيو هكا بهذا الاتجاه تساوي بي جي، هي بي جي هي لو فيكتور بي اف فوا ا بلس باردون اف جي سكالير اف. ا فين هي ا؟ هي هذه ا اف هي ا بي، غادي نكتبوها ا بي سكالير بي اف. قلت كاين طرق اخرى، ف
فقط بغينا نوعو باش نستعملو جميع الاستعمالات. دابا هنا غادي نديرو لا ديستريبيسيون. هنا علاش كنستعملو هنا؟ مادام عندنا هنايا ممكن نطيحو في ديك لا بروبريتي ديال لورتوغوناليتي، يعني ملي كيكونو دو فيكتور يعني اورتوغونال، يعني راه البرودوي سكيل ديالهم نول، دونك يساوي بي اف و ا بي. تبعو معايا مزيان ونتمناو ما نخطئوش. بي اف سكالير ا بي بلوس، يعني واحد الخطا بسيط هنا بلوس، ها هنا واحد الخطا بعد هنا بلوس ريلاسيون دو شارل. بي اف قلنا في ا بي، بي اف فيكتور بي اف فور فيكتور بي اف داكو، بي اف فور بي اف بلوس اف جي فيكتور اف جي سكالير ا بي بلوس le vecteur FG scalaire le vecteur BF égal. يعني اي حاجه نوصل لها نحللها ربما نشوف فيها شي حاجه تهمني. BF AB vecteur BF دائما نعتمد على الشكل BF AB، هاهما هادو سون اورتوغونال، دونك هادو فيكتور ديالهم البرودوي سكالير ديالهم زيرو. بلس بي اف و بي اف، يعني هنا عندنا دو فيكتور كولينير دو ميم سونس، دونك غادي يعطيني ا البرودوي سكالير ديالهم، يعني يعني النورم ديال بي اف و النورم ديال فوا كوس دو زيرو ايكال ان، دونك غادي يعطيني ا جد مربع ثلاثة و سي اثنان. هذا بي اف فوا بي اف يساوي لو كاري ديال النورم ديالو، الكاري ديال هي لو كاري ديال النورم ديالو هي هذا بلوس اف جي فيكتور اف جي فين هي اف جي هي هذه مع ا بي اف جي اف جي مع ا بي. دونك اف جي مع ا بي شنو داير؟ تا هو راه سو اورتوغونال، هذا اف جي راه اورتوغونال مع ا بي، دونك اف جي غادي يجي هنا السي بي و السي بي راه اورتوغونال مع ا بي، دونك اف جي حتى هو اورتوغونال مع ا بي غادي يعطيني زيرو. بلوس اف جي فين هي اف جي؟ اف جي هي هذه اللي هي راه تساوي النورم ديالها ا فوا بي اف، بي اف ها هي حتى هي اورتوغونال زيرو ايتيغال. إذن هنايا غادي كلشي كيعطيني هنايا ا او سي 2، يعني ا او سي 2 واجد مربع 3 او سي 2 غادي يعطيني 3 او سي 2 هي اللي عطا دوموندوها لنا. دونك هنا غادي نقول باش نبين، إذن عندنا هنا بي اف اورتوغونال مع ا بي، وبالتالي بي اف سكالير ا بي ايتيغال زيرو، اف جي ا بي اف جي سكالير عفوا اف جي اف جي مع ا بي اف جي مع ا بي بيان سور راه اورتوغونال. عرفتوا علاش؟ لان راه قبيله فسرت لكم ديال من فسرت لكم التعامد ان المستقيم عمودي على مستوى متضمن لمستقيم متقاطعين، وبالتالي فهو عمودي على جميع المستقيمات التي تضمنها هذا. اذا هو ان جي اف عمودي على اف وعمودي على اف بي، دونك راه عمودي على المستوى، و ا بي يقع ضمن هذا المستوى اللي هو ا بي اف او، وبالتالي جي اف يعتبر اورتوغونال مع ا بي. داكور فوالا. هنا علاش؟ لان اف جي باش اف جي اورتوغونال مع المستوى ا بي ا بي اف او،
وبالتالي اف جي سكالر اب بي ايتيغال سكالر زيرو. داكوغ؟ ثم عندنا اف جي مع بي اف بي اف طبعا الحالة هذيك راها باينة اف جي اورتوغونال مع بي اف وبالتالي اف جي سكالر بي اف ايتيغال زيرو. تنتج معنا ما نبدلوش شي مجهود كبير فقط نعتمدوا على النتائج سالفة الذكر. إذا كوسينوس اف ا اش كيفاش غادي نحسبوها؟ باش نحسبوا الكوسينوس اف اش غادي نحسبوا البرودوي سكالر ديال ا اف و ا اف الفيكتور ا اف و ا اش. دونك الفيكتور برودوي سكالر دو ا اف سكالر ا اش ايتيغال نورم ديال ا اف نورم ديال ا اش كوسينوس اف ا اش. ايتيغال نورم ديال ا اف اذا هذا راه حسبناه قبيله راه عندنا والنورم ديال ا اش حتى هو راه عندنا ان ا جذر ا يعني راه بحال ا هنا عندنا ا جذر مربع 3 وهنا ا جذر مربع ثلاثة. دونك النورم ديال ا اف والنورم ديال ا اش راه سبقنا حسبناهم اذا غادي يعطينا ا اش قلنا دوزا دونك غادي يعطينا هنا دوزا فوا دوزا فوا كوسينوس اف ا اش. هذه النتيجة الأولى إذا غادي نسطر عليها ا اف سكالير ا اش ايتيغال ا 4 ا او كاري كوسينوس اف ا اش. هذه الاولى. قبيله قلنا ا اش هي بي جي دونك هنايا قلنا لو فيكتور ا اش هو لو فيكتور بي جي لان قلنا ا بي جي اش متوازي الاضلاع. دونك هذا ا اف سكالير ا اش غادي نعوضها هكذا ا اف بي بي جي فيكتور بي جي لان ا اش غادي نعوضو بي جي وهذا ا اف السكالير ديال ا اف بي جي سبقنا حسبناه هو هذا اللي درناه دابا الا مانيش غلط ا اف بي جي هو هذا قلنا هو 3 ا اوسي 2 هو هذا ها داكو. اذا النتيجه هي هذه النتيجه الثانيه عطتنا هذه اذا هنا ا اف ا اش عطانا 4 ا وكاري كوسينوس اف ا اش وهنا ا اف ا اف سكالر ا اش عندي 3 ا اوسي 2 دونك دابا هذا البرودوي سكيلر سي دي اكزيت لي تونيك دونك هذا مع التساوي هذا غادي بمعنى النتيجه هي هذه هي تعطيني 4 ا و سي 2 ممكن نسميها ندير هنايا شي علاقه 3 اي 4 مثلا دونك هنا 2 3 اي 4 اذا طولت بزاف للاسف غادي نلقاو مشكل في التحميل اذا 2 3 اي 4 اون نون ديدوي
que déduit T. إذا شنو هو؟ 4 A أوسي 2 كوسينوس F H تساوي 3 A أوسي 2، يعني هذه تساوي هذه. هنا عندنا إطار ترشيح، هذه تساوي هذه. دونك هنا شنو غادي هنا نستنتج؟ نستنتج بأن كوسينوس إف أش يساوي شنو كيساوي؟ 3 أوسي 2 على 4 أوسي 2، 4 أوسي 2، هذا أوسي 2 مع أوسي 2 ويتبقى لي 3 على 4. دونك كوسينوس إف أش إلا مانيش غلط هي 3 على 4. هذا هو. إذا أعزائي التلاميذ، يعني تعبنا صراحة، تعبنا مع هذا التمرين، ولكن هو شيق. هذه النكهة ديال الهندسة في الفضاء، خليك دائما تعيش في الخيال وتخدم العقل ديالك مزيان، تكون موقظ. إذا نتمنى أنكم تكونوا استوعبتوا هذا الشيء اللي درناه. احنا ننتظر الاقتراحات ديالكم، إذا عندكم شي اقتراحات مرحبا باش نفيدكم أكثر. ما تنسوش باش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الزملاء ديالكم، قصد التعليم للإفادة. إلى الملتقى إن شاء الله، ولا يلقينا في ساعات الخير. يلا تحياتي، الله يعاونكم يا بابا.